الله يرسم المقاومة، الله يرسم الشعب الفلسطيني، تحية المقاومة، تحية أحمد. يا الله والله ما شفنا حياة. يلا يا دياد. تاريخ 2/5/2017 باشرت النيابة العسكرية التحقيقات في قضية اغتيال الشهيد مازن فقها، وعلى مدار 10 أيام متواصلة من العمل ليلا ونهارا من إجراء الاستجوابات للمتهمين وسماع الشهود وإجراء الكشف والمعاينة وتمثيل مسرح الجريمة ومطابقة كافة الأدلة المتحصلة من الجريمة، أنهت النيابة العسكرية التحقيقات وعدت لائحة اتهام وحلت القضية إلى محكمة الميدان العسكرية. وباشرت محكمة الميدان العسكرية جلساتها بشكل مستمر حسب الأصول، ومكنت النيابة والدفاع من الحصول على الوقت الكافي لتقديم أوجه الدفاع قبل إصدار الحكم. وبتاريخ اليوم الأحد 21/5/2017 أصدرت محكمة الميدان العسكرية 3 أحكام بالإعدام بحق المدانين بارتكاب جريمة مقتل الشهيد مازن فقها على النحو التالي: أولا، حكم الإعدام شنقا حتى الموت سندا لمواد الاتهام والمادة 415 من قانون الإجراءات العام 2001 بحق المدان. ثانيا، حكم الإعدام شنقا حتى الموت سندا لمواد الاتهام والمادة 415 بحق المدان هشام ميم عين 44 عام من محافظة غزة، وعلى تهمة الخيانة التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافا لنص المادة 131، وكذلك التدخل في القتل خلافا للمادة 378 معطوفا عليها المادة 88 فقرة دال. وقد شارك هذا المدان بالعديد من عمليات الاغتيال عن طريق الرصد، ونتج عن ذلك العديد من الشهداء كان آخرهم الشهيد مازن فقها. ثالثا، حكم الإعدام رميا بالرصاص سندا لمواد الاتهام والمادة 104 من قانون القضاء العسكري 4 لعام 2008 بحق المدان عبد الله ألف نون 38 عام من محافظة غزة، ويعمل عسكري في حرس الرئيس سلطة رام الله، وعلى تهمة الخيانة التخابر مع العدو الصهيوني خلافا للمادة 144 من قانون العقوبات الثوري لعام 79 معطوفا عليها مادة التشديد على العسكريين المادة 124 من نفس القانون. وقد أعطى معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، وكان آخر عملية شارك فيها إعطاء معلومات عن مكان مسرح الجريمة في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها. وننوه أن أحكام محكمة الميدان العسكرية أحكام نهائية لا تقبل الطعن بأي وجه من أوجه الطعن حسب المادة 133 من قانون العقوبات الثوري 79، والأحكام النهائية واجبة النفاذ بعد التصديق عليها من السلطات المختصة فورا حسب قرار المجلس التشريعي رقم 1441 ميم غين على 4 بتاريخ 25/5/2016. ونوجه رسالة أخيرة إلى أبناء شعبنا، أنه كما أن القانون شدد في العقوبات، المادة 131 تنص على خلاف كل القوانين يعاقب بالإعدام كل من تخابر مع العدو الصهيوني حتى لو أعطى معلومة واحدة، مجرد معلومة واحدة تساعد فريق الإعدام التي تدخل من عدة مداخل، معلومة واحدة تؤدي إلى جريمة القتل. ننوه أيضا أن القانون الفلسطيني أعطى فرصة لكل من يعود ويسلم نفسه للجهات القضائية بأنه تخفف عنه العقوبة، وهناك أعذار مخففة.